السلام عليكم. في الفيديو ده إن شاء الله هنناقش ونحلل ظاهرة الشخص اللي بيقول رأيه في الدين وليه هو بيعترض على بعض الأوامر والنواهي اللي ربنا سبحانه وتعالى شرحها. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الناس اللي بتقول رأيها في الدين ولساعات الموضوع بيشطح منها جدا وقد تقع أحيانا في أمور تخرجها من الملة وهي مش واخدة بالها خالص، والموضوع ده بيرجع لأسباب كتيرة جدا، ومنها أول حاجة الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. إن الشخص اللي بيهاجم شيء في الدين بيكون يجهل الأمر ده، ما كلفش نفسه بس 5 دقايق يحاول يفهم الأمر ده أو النهي ده ويحاول يفهم الحكمة من تشريع ربنا سبحانه وتعالى للأمر ده. لا، هو بيهاجم لمجرد إن الموضوع مش داخل دماغه أو مش جاي على هواه. فزي الصورة اللي انتشرت الفترة اللي فاتت ولقينا في ناس بتدعمها، فكرة ان المرأة تأم الرجال في الصلاة، وده لا يجوز اطلاقا في الدين، يعني لان ربنا سبحانه وتعالى جعل الرجال قوامين على النساء، وقال الشافعي في هذا الامر: ولا يجوز امرأة امام رجل في صلاة بحال ابدا. ما ينفعش. ولقينا مع ذلك لقيت في بنت بتدعم الفكرة دي ورفع الصورة عادي جدا، ولقينا في بنت بتعترض عليها في الكومنتات لا او بتقولها ما ينفعش وده مش من الدين. قالت لها: دي وجهة نظرك انتي. ودي تنقلنا للنقطة التانية، وهو اتباع الهوى. الشخص اللي بيتبع هواه بيقدم عقله اللي هو شايفه اللي جاي على مزاجه على الأمور الشرعية اللي هي الأوامر والنواهي اللي ربنا سبحانه وتعالى شرحها، والنقطة دي بيقع فيها كثير من الناس. زي البنت اللي شايفة فكرة إن الست تأم الرجل عادي في الصلاة، وإن هي فكرة عصرية وكول، وإنتي قادرة على التحدي والمواجهة والكلام اللطيف ده كله. ما بنت اعترضت عليها وقالت لها: ده مش من الدين وغلط وما يصحش. قالت لها: دي وجهة نظرك أنتِ. لأ، مفيش حاجة في الدين اسمها وجهة نظرك ونظري، يعني وجهة نظرك دي تقوليها وإنتي في المطبخ، أما في الدين فمفيش وجهة نظر، يعني تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى شرحه لنا ووضع الأوامر والنواهي، ما عندناش رفاهية إن إحنا نقدم اقتراحات ونغير في الدين، مفيش الكلام ده. وعادة الأفكار والقيم اللي بتطرح علينا من الغرب الكافر بتكون يعني منافية مع قيمنا ومبادئنا كمسلمين، إلا قليلا منها. يعني ربنا سبحانه وتعالى حذر النبي صلى الله عليه وسلم في آية صريحة جدا من اتباع أهواء الكافرين. قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إحنا كمسلمين لازم ناخد بالنا من النقطة دي جدا، وأي حاجة تطرح علينا من السوشيال ميديا، من أرض الواقع، من الغرب، لازم نعديها على فلتر الإسلام ونشوف القيمة أو الفكرة دي هل بتتناسب مع قيمنا إحنا كمسلمين ولا لا. لو بنتقبلها عادي جدا وبنخليها جزء من حياتنا وبنتعايش معها، لو لا فاحنا بننتهي عنها وبنظهر بغضنا ليها ومش بنتقبلها. ما ينفعش تقبل الافكار او القيم اللي بتتعارض مع دينك انت كمسلم. واخر سبب شايفه سبب مهم جدا هو نسيان معنى العبودية، المعنى انك تكون عبد الله سبحانه وتعالى. البنت اللي دعت الدعاء ده وشايفة انه عادي جدا الست ام ده، لو فاهمة معنى العبودية هتستحي تقول الكلام ده. ابسط الامور، يعني لو أدركت فكرة إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أوجد الكون دون وخلقها ورزقها بكل النعم المحاطة بيها ورزقها فون اللي كتبت بيه البوست دون، كل حاجة حرفيا تستحي من هذا الأمر. فما تنساش نقطة إنك عبد الله سبحانه وتعالى، يعني أنت عبد الله سبحانه وتعالى، تتبع الأوامر اللي ربنا أمرك بيها وتنتهي عن النواهي اللي ربنا نهاك عنها. ما عندكش رفاهية الاختيار، يعني أنا أعمل ده وما أعملش ده، ما عندكش الرفاهية دي لأنك عبد الله سبحانه وتعالى. أبسط الأمور امتنانا لكل النعم اللي أنت فيها إن أنت تسمع الكلام، يعني مثال بسيط كده ولا مثل أعلى، ان والدك ماكلك مشربك وقعدك في البيت ببلاش وجايب لك موبايل وكل طلباتك مجابه، ما ينفعش يعني تعصي امره، يعني ده من الامتنان ومن الذوق والادب، يعني تمام. فتبقاش قليل ادب مع ربنا سبحانه وتعالى. والفكره ان انت مش بتعصي، يعني بتصر ربنا بترجع، دي عادي كلنا بنخطئ وبنعصي واهم حاجه مش بتصر. الفكره انت عايز تبطل امر معين في الدين مثلا، فدي بجاحه بصراحه، يعني مش عارف، او قله ادب يعني. فخلي بالك من دي وافهم معنى العبوديه لسبحانه وتعالى، وخليك عبد، كن عبد لسبحانه وتعالى، تابع الاوامر ربنا امرك بيها، وهتلاقي ان الدين يعني هو الخير ليك. كل الاوامر والنواهي ربنا وضحها لينا هي الانسب لينا والافضل لينا. يعني فنقطة انك تقول رأيك في الدين او انت في حاجة في الدين مش عاجباك فعايز تغيرها لجهلك انت بيها وعدم فهمك وعدم ادراكك للحكمة وراء الامر دون، فده جهل منك. فحاول تفهم بدل ما تعترض، يعني وانت لو عايز تفهم ربنا هيعينك وهيفهمك. اما انت لو بتعترض لمجرد الاعتراض او انت شايف ان الدين دي حاجه رجعيه ومشابه ذلك، فلا، انت لو حاطط في دماغك انك مش عايز تفهم ومنشف دماغك على اللي في دماغك ووجهه نظرك اللي انت شايفها صح مطلق والكلام اللطيف ده كله، فانت عمرك ما هتفهم. ولكن لو استعنت بالله سبحانه وتعالى وتضرعت ليه واستعنت بيه ورب فهمني هيفهمك. فدي نقطه مهمه جدا، ما تنشفش دماغك، ما تمشيش ورا هواك، وافهم معنى انك تكون عبد الله سبحانه وتعالى، مش هتقع في الامور دي كلها باذن الله. واذا سالك عبادي
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.